أعزائي المشاهدين، أهلي وأحبتي، أهلاً ومرحباً بكم. يعتقد البعض بأن المسيحيين ثلاثة آلهة، الآب والابن والروح القدس، ولكن هل هي حقيقة بأن المسيحيين ثلاثة آلهة وأن المسيحيون أشركوا مع الله إلهين آخرين يعبدونهم مع الله بكرة وعشية هما الابن والروح القدس؟ أو هو فهم خاطئ لبعض الناس معذورين لعدم معرفتهم بحقيقة المسيحية، ولهم منا حق التوضيح، أو لعله اتهام زائف صغه أعداء هذا الدين لإضعافه وصد الناس عنه خوفا منه وظلما لأهله وللناس في بعدهم عن معرفة حقيقته. إذن فما هي عقيدة المسيحية في الثالوث؟ اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وفي سفر أشعياء 6:44 أنا الأول والآخر ولا إله غيري. وفي العهد الجديد أي الإنجيل فأجاب يسوع أن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. وعشرات الآيات المنتشرة في كل صفحات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، بل وفي صلاتنا اليومية وفي كل أمور حياتنا وبركتنا نقول بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فلماذا نسمع حين نقول بسم الآب والابن والروح القدس وتسد الأذان عنا حين نكملها بالإله الواحد آمين؟ أحبتي، أن يقال إن للمسيحيين ثلاثة آلهة ليس إلا زعما باطلا تماما وعار عن الصحة بل وأفك عظيم. فلنا إله واحد لا إله إلا هو وحده لا شريك له، إياه نعبد وله نسجد، وكتابنا المقدس من أوله إلى آخره يشهد بذلك ويمجد إلها واحدا لا سواه. ومن التزييف أن يزعم البعض أنهم يعرفون المسيحية أكثر من أهلها أنفسهم. نعم، إله واحد لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولا زوجة، سبحانه قدوس السماوات والأرض الواحد المحب. هذه هي عقيدتنا وإيماننا، بها نحيا وعليها نموت، عليها نقوم في المسيح يسوع. هي وحدانية جامعة، إله واحد وجوهر واحد ولاهوت واحد، واحد في ذاته، ثالوث في خصائصه وكيانه، الوجود والمنطق والحياة، الوجود بالذات والنطق بالكلمة والحياة بالروح. فهو الله الموجود في كل مكان وزمان. فهل بالقول بأن الله في السماء يعني إن الله الذي في الأرض إلها آخر غير ذاك؟ غير ذاك الموجود في السماء فهم اثنين لا واحد، أو كالشمس فهي ذاك الجسم البعيد عنا والذي نراه نعرفه ونعرف ضوءه، ضوءه الذي ينور نهارنا وحرارتها التي نستدفئ بها، وشعاعا غنيا مفيدا لأجسامنا ولباقي الكائنات. وكل هذا لا ينفصل عن كون الشمس شيئا واحدا بعناصر وخصائص عدة، كل واحد له دور مهم في بناء الحياة واستمرارها. أو كالإنسان جسدا ونفس وروح وكلهم مكون واحد، أو كأي شخص فهو صورته وصوته وشخصيته وكلها مكون واحد هو أنت. فكيف لنا أن نقبل ونفهم كل هذه الأشياء ويصعب علينا أن نفهم أن لله وحدانية جامعة؟ إن رفضنا لهذه الحقيقة ليست إلا ترسبات ومفاهيم خاطئة أصبحت مع مر الزمان منطقا ويقينا مسلما به يصعب تصديق عكسه ولو كان حقيقة، ويرفض حتى نقاشه ويحرم السؤال عنه. لقد خدع الناس أحبتي عمدا عندما شوهت لهم هذه الحقيقة لصدهم عن مصدر النور والمحبة، عن الأمل والخلاص، عن النعمة والرجاء.
فما يمنع أن يكون لله أن يكون الله في كل مكان في آن واحد؟ أو لعلهم يريدون أن يريدون تحجيم الله، ولكن الخبر العظيم الذي أريد أن أشارك به: إني أعبد إلها يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. إن إيماننا بوحدانية الله عقيدة غير قابلة للشك أو التزييف، هذه هي الحقيقة، ولكم تصديقها أو البحث عنها. وأخيرا، لكم مني كل محبة واحترام، والمجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. سلام الله معكم ويدوم فيكم إلى الأبد أحبتي. آمين.